السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس من مجالس دورة أصول الإيمان. أسأل الله تعالى أن يبارك في القائمين عليها، وأن يزيدنا وإياهم وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم وإياهم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. لا يخفاكم بأن نصيبي من هذه الدورة المباركة هو الحديث عن الأصل السادس من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة التي لا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله جل وعلا، وهذه عقيدة أجمع أهل العلم عليه. ولذلك أجمع أهل الإسلام على أن الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة، وأن من أنكر القدر فقد كفر. من أنكر القدر فقد كفر، وهذا إجماع أهل الإسلام. وقد دلت نصوص القرآن والسنة وتضافرت وتظاهرت على هذه المسألة، فالله جل وعلا ذكر في كتابه في أكثر من موضع مسألة القدر. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. وقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال جل وعلا: وجئت على قدر يا موسى. عموما النصوص كثيرة، النصوص كثيرة في القرآن تدل على القدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إلى آخر. أما السنة فالأحاديث كثير، منها الحديث حديث عمر بن الخطاب عند مسلم الذي يسمى بأم السنة، أطلق عليه القرطبي أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، فهذا الحديث حديث عمر اللي يسمى بحديث جبريل أم السنة. وهو يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. والمعنى أن الإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان، أحد أصول الإيمان. والحديث في هذا الباب عموما كثير، ولعلنا إن شاء الله إذا تحدثنا عن مسألة مراتب القدر يتضح لنا الأمر، يعني نكتشف كثير من الأحاديث المتعلقة في هذا الباب العظيم. والقدر يطلق عليه العلماء سر الله جل وعلا، سر الله جل وعلا. ولذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام الخوض في تفاصيل القدر، حرم الخوض في تفاصيل القدر. فقد صح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم في المسجد يتحدثون في القدر، يتنازعون في بعض المسائل. يقول أبو هريرة: فكأنما تفقأ حب الرمان في وجهه من الغضب، اشتد غضبه عليه الصلاة والسلام، فقال: أبهذا أمرتم؟ في لفظ: أبهذا أرسلت إليكم؟ تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ فتغيظ عليهم وزجرهم صلى الله عليه وسلم، فاستسلم الصحابة.
كما هي عقيدتهم ومنهجهم ومسلكهم، الاستسلام لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك ما يعرف عن صحابي أنه خاض في تفاريع القدر، وإنما الإيمان بالقدر الإيمان المجمل العام بمعرفة مراتبه وبمعرفة أدلته. لماذا؟ لأن سر الله عز وجل. ولما أخل الناس بهذا الأصل، لأن يعني عندنا أصلان، الأصل الأول الإيمان بالقدر، الأصل الثاني عدم الخوض بالقدر في تفاريع القدر. لاحظوا الأصلين، أصل الأول وجوب الإيمان بالقدر، وأن من لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم. الأصل الثاني عدم جواز الخوض في تفاصيل القدر، لا يجوز الخوض في تفاصيل القدر وتفاريع القدر. لماذا؟ لأنك أنت تدخل في سر الله عز وجل، هذا سر الله سبحانه وتعالى. ولما حصل انحراف في هذا الباب ظلت طوائف من هذه الأمة في مسألة القدر. لماذا؟ لأنهم ما تمسكوا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، بل بأمره صلى الله عليه وسلم بعدم الخوض في مسائل القدر، لأنك تزاحم الله عز وجل فيما خص نفسه به سبحانه وتعالى. والله جل وعلا كل من خاض في مسائل القدر أساء الأدب مع الله، كل من خاض في تفاريع مسائل القدر أساء الأدب مع الله عز وجل، وهذا سنلاحظه لما نتكلم في مراتب القدر. ولذلك جاء اثنان من البصرة إلى عبد الله بن عمر يقولان له بأن أناسا عندهم يتقفرون العلم، يتقفرون العلم يعني يقول يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف يعني مستأنف. كيف هؤلاء القدرية؟ طبعا القدرية عموما، في القدرية الذين أجمع أهل الإسلام على كفرهم والآن غير موجودين، هؤلاء الذين نفوا علم الله، قالوا بأن الله لا يعلم، فهؤلاء مارقون غير موجودين. وفي عندنا القدرية يجمعهم اسم القدرية لكنهم على خلاف وابتعاد عن بعض من حيث العقيدة في القدر. فطائفة اسمها الجبرية، الجبرية، هؤلاء يقولون بأن العبد مجبور على فعل نفسه وأنه لا اختيار له، فسلبوا المسلم، سلبوا الإنسان أو المخلوق اختياره، وأنه ليس له مشيئة ولا إرادة، وأنه مثل ريشة تعلقت في غصن شجرة تقلبها الرياح، يعني الريشة هذه ما لها اختيار، الرياح تصفق بها هكذا وهكذا. أو مثلا حجر نزل من علو، حجر نزل من علو، يقول هكذا الإنسان. وهؤلاء لهم قصص وعجائب، فقالوا بأن الإنسان مجبور على فعل نفسه. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن القدرية قال: ما رأيت مثل القدرية أخف عقول، ولا يصفهم بالخفة والطيش والحمق، والحمق، يقولون بأن هؤلاء القدرية اللي يجمعهم اسم الجبرية واسم القدرية. قال: لأن هؤلاء يقولون أمر كما أنه مصادم لنصوص الشرع كذلك مصادم للعقل الصريح، مصادم للعقل الصريح. لذلك هو لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بإرادة. الآن لو قيل له إلقي نفسك ما رفض. طيب لماذا تقول بأنك جبري، بأن الخلق مجبورون؟ طيب إلقي نفسك وشوف. كذلك لو قيل ضع إصبعك على النار ما يفعل. فالجبرية هؤلاء من شرار الخلق، وهم يسوغون للإنسان فعل المعاصي والمنكرات وارتكاب العظائم والجنايات. قالوا: لأن هذا مسكين ليس باختياره. لذلك هذه العقيدة تجعل الدنيا فوضى. في المقابل هؤلاء الذين قال عنهم، الذين قيل لابن عمر يقولون بأن الأمر أنف لا قدر، هم لا ينكرون أصل القدر في الخير، لا يقولون في الشر. لاحظ كيف إبليس دخل عليهم هذا المدخل، فيقولون بأن الله عز وجل لم يقدر الشر، وإنما إذا فعله المخلوق علمه الله فقدره،
يقول لا قدر، وإنما الأمر أنف يعني مستأنف جديد، فهم فيما يتعلق بمسألة الذنوب والمعايب هذا قصدهم. أما الخير يقول قدره الله عز وجل، أما الشر فهو من فعل الإنسان وخلقه. فألزمهم أهل السنة باعتقاد خالق مع الله سبحانه وتعالى. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال لهم: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقوا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وأورد حديث والده عمر حديث جبريل. يقول طاووس بن كيسان اليماني التابع الجليل من كبار التابعين، يقول: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. لذلك إجماع الصحابة وإجماع أهل الإسلام على أن الأمور كلها بقدر، كل شيء بقدر. يجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه. ها؟ كما قال الإمام أحمد: كل يجب عليه أن يؤمن بأن هذه كلها من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أئمة الإسلام لهم كلام عظيم في هذه المسألة، وكانوا ينهون عن مجالسة القدرية ويزجرون عن مجالسهم ويأمرون بهجرهم وعدم تزويجهم. لماذا؟ لأنهم من شرار الخلق وهم مجوس هذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنازتهم. أبو حنيفة رحمة الله عليه، النعمان بن ثابت، يقول: وكان الله تعالى عالما في الأزل بالأشياء قبل كونها، قبل كونها. ويقول رحمه الله تعالى: يعلم الله تعالى المعدوم في حالة عدمه معدوما، ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده، ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودا، ويعلم كيف يكون فناؤه. الله أكبر، كلام عظيم. ويقول رحمة الله عليه: وقدره في اللوح المحفوظ. هذا كما سيأتي إن شاء الله لما نذكر مراتب القدر. ويقول رحمة الله عليه: خلق الله تعالى الخلق سليما من الكفر والإيمان، ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم، فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى له، وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى ونصرته له. الإمام مالك رحمة الله عليه كان شديدا على القدرية. يقول رحمة الله عليه، يقول ابن وهب: سمعت مالكا يقول لرجل: سألتني أمس عن القدر؟ قال: نعم. قال: إن الله تعالى يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا بد أن يكون ما قال الله تعالى. ويقول القاضي عياض: سئل الإمام مالك عن القدرية من هم؟ قال: من قال ما خلق المعاصي. هذا القدرية، قل: ما خلق الله المعاصي. وسئل كذلك عن القدرية، قال: هم الذين يقولون إن الاستطاعة إليهم، إن شاءوا أطاعوا وإن شاءوا عصوا. والإمام مالك رحمة الله عليه سئل عن تزويج القدر فقرأ: ولا عبد مؤمن خير من مشرك، وكان يرد شهادة القدر. محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، وأيضا له صولات وجولات مع هؤلاء القدرية، يقول رحمة الله عليه كما روى عنه المزني، يقول: تدري ما القدري؟ الذي يقول إن الله لم يخلق الشيء حتى عمل به. إن الله تعالى لم يخلق الشيء حتى عمل به. وكان الشافعي يقول: إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم، وهي خلق من خلق الله تعالى، أفعال العباد. وإن القدر خير وإن القدر خيره وشره من الله عز وجل. ثم ذكر
العقيدة في بقية الأشياء. الإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا له أقوال عظيمة وله صولات وجولات أيضا مع القدرية. يقول أبو بكر المروزي: سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل فقال: الخير والشر مقدر على العباد؟ فقال الإمام أحمد قال: نعم. قيل له: الله خلق الخير والشر؟ قال: نعم، الله قدره، الله خالق كل شيء. وكان يقول رحمة الله عليه: القدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله قضاء قضاه على عباده، وقدر قدره، ولا يعد واحد منهم مشيئة الله عز وجل، ولا يجاوز قضاءه، ولا يجاوز قضاءه. ويقول محمد بن أبي هارون عن أبي الحارث قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: فالله عز وجل قدر الطاعة والمعاصي، وقدر الخير والشر، ومن كتب سعيدا فهو سعيد، ومن كتب شقيا فهو شقي، إلى غير ذلك من النقول عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وغفر له. ولذلك بارك الله فيكم، القدر سر الله، والله جل وعلا له الأمر من قبل ومن بعد، ولذلك إليه يرجع الأمر سبحانه عز، فهو الخالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، لا يغيب عنه شيء، لا غائب في الأرض ولا في السماء إلا بعلم الله. الذرة الحقيرة الصغيرة التي هي في بطن صخرة صماء ملساء يعلمها الله عز وجل، وكتبها وقدرها وخلقها. كل شيء بخلق الله، كل شيء بخلق الله. ولذلك العلماء رحمة الله على الأموات وحفظ الأحياء سهلوا مسألة الإيمان بالقدر، كما أنهم يسهلون العلم. العلماء لهم فضل كبير على الناس، فضل كبير على الأمة، ولذلك يعني استحقوا هذه الرتبة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء يستقرئون نصوص القرآن والسنة، ثم يسهلون ويبسطون العلم. لاحظ الآن مثلا مسائل الفقه، حتى في العقيدة، مسائل العقيدة لما يذكرون لك مثلا أنواع التوحيد، أنواع أركان الإيمان، حتى في مسائل يعني هي من الفروعيات، الأمور العمليات من الفروع، يبسطونها للناس. ولذلك هؤلاء لهم فضل كبير على الأمة. في مسائل القدر، لما كانت هذه المسألة دقيقة جدا، وأيضا هي يحتاج الإنسان أن يكون حذر في التعامل معها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخوض في تفاريع القدر، جاء العلماء فرتبوا لنا هذه المسألة ترتيب عجيب، وذلك بمعرفة مراتب القدر. فباستقراء نصوص القرآن والسنة فيما يتعلق بمراتب القدر خلصوا إلى أن لها 4 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم. مرتبة العلم، ما معنى العلم؟ العلم معناه أن الله تعالى عالم بكل شيء، وأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا المعنى. ولذلك من أسماء الله العليم، العلام، فالله جل وعلا عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، وعلمه من صفاته الذاتية التي هي مثل الحياة، مثل حياتي. فالله عز وجل من صفات العلم، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لذلك استحق هذا الاسم العظيم جل وعلا وتقدس، فاسمه العليم والعلام جل وعلا. ولذلك العلماء أحيانا ينكرون على مثلا من يقول الله عارف بكل شيء، قالوا: لأن المعرفة يسبقها جهل، والله جل وعلا لم يسبق علمه جهل، بينما جميع الخلق ما ولدوا علماء، حتى الأنبياء. يقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن
تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. يقول جل وعلا: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن معنى العلم أن الله تعالى عالم بكل شيء، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم فقدر مقادير كل شيء، قدر الخير والشر والإيمان والكفر والمعصية والطاعة، قدر كل شيء، والموت والحياة والسعادة والشقاوة، كل شيء قدره سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما. يقول ابن عباس رضي الله عنه: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أولاد المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أكبر، الله أعلم بما كانوا عاملين. لذلك تأمل في نصوص القرآن تجد هذا يعني أمر ظاهر، يعني مثل قول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هؤلاء الذين عذبهم الله عز وجل، ها، يقول جل وعلا بعلمه السابق الأزلي: لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما كانوا ينهون عنه. من الذي يعلم هذا؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أيضا في قصة في سورة الكهف: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. من الذي يعلم بأن هذا الغلام إذا كبر سيكون سبب من أسباب إضلال والديه؟ لا أحد إلا الله. فالله عز وجل أوحى إلى الخضر أن يقتل هذا الغلام. لماذا؟ لأن هذا الغلام الصغير لو عاش سيكون سبب من أسباب فتنة والديه، سيضل والده، ولذلك قبضه قبل الحنث فأدخله الجنة ورزق والديه ولدا آخر قيل بأنه أصبح نبيا من أنبياء بني إسرائيل. وحاول أنك وأن تقرأ القرآن ترى هذا ظاهر، لما تتدبر القرآن تجد آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، وهو أن الله تعالى عالم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ولذلك الله عز وجل علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم فقدر مقادير كل شيء. للأسف بعض الناس يأتي فيحاول أن يقيس علم أو علم البشر على علم الله، على علم الله، وهذا من الضلال المبين. فالله جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله هو الخلاق، هو العليم، هو الرب سبحانه وتعالى، ونحن عباده، مصنوعون، مخلوقون، مدبرون. الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي دبرنا سبحانه وتعالى. ولذلك هذه مرتبة من أهم المراتب. ولأجل هذا قال الشافعي في يوصي طلابه: إذا ناظرتم وناقشتم القدرية حاججوهم بالعلم، أنتم تقرون بعلم الله؟ إذا قالوا نعم خصموا، إذا قالوا لا كفروا، لأن من الذي ينكر علم الله سبحانه وتعالى؟ هذه من أهم المراتب. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. مرتبة الكتابة، ما معنى الكتابة؟ الكتابة حينما قدر الله جل وعلا مقادير كل شيء كتبه في اللوح المحفوظ عنده، ولذلك اللوح المحفوظ هو سر الله جل وعلا. لم يطلع الله عز وجل عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، ولذلك الملائكة لا يعلمون إلا بعلم الله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فهم ليس عندهم إحاطة بما في اللوح المحفوظ، وإنما يعلمهم الله عز وجل ويوحي إليهم. هذه معنى الكتابة، هذا معنى الكتاب، أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في كتاب عنده. وهذه المسألة استفاضت بها نصوص القرآن والسنة. قال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات
والأرض بخمسين ألف سنة. وجاء في لفظ قال وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. إذن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، ولذلك ما من شيء إلا هو في اللوح المحفوظ، ما من شيء صغير وكبير، العجز والكيس والإقبال والإدبار. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وكان يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، هذه مسألة تحتاج إلى تركيز. مشيئة، ما معنى المشيئة؟ المقصود بالمشيئة هنا المشيئة الكونية القدرية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولذلك لا يخرج شيء في هذا الوجود عن مشيئة الله، ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ونصوص القرآن والسنة مستفيضة بهذا الأمر. قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال جل وعلا إن ربك فعال لما يريد، وقال جل وعلا إن الله على كل شيء قدير. آيات كثيرة فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له، لا مكره له. أنا سأتحدث بعد قليل عن الفرق بين المشيئة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية. طيب المرتبة الرابعة ما هي؟ مرتبة الخلق. ما معنى الخلق؟ الله خالق كل شيء، شيء نكرة تعم كل شيء، العرش فما دونه، بمعنى كل شيء مخلوق ما عدا الله هو الخالق، فكل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق. ولذلك قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولذلك في حديث عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. كتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. إذن هذه مراتب يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، هي مراتب القدر تحفظونها، هذه قواعد وأسس لهذه العقيدة. أولا العلم، علم الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل عالم بكل شيء. الثاني الكتابة، كتب كل شيء، كل شيء مكتوب. الآن بعض الناس يسأل يقول لك طيب الزواج هو مكتوب ولا حظ ولا شيء؟ لا، كل شيء مكتوب، الغنى والفقر والزواج والعنوسة والعقم والولادة والسلم والحرب والمرض والصحة، وكل شيء، كل شيء مكتوب، كتبه الله عز وجل. المرتبة الثالثة مرتبة ماذا؟ مرتبة المشيئة، مشيئة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن جل وعلا، كل شيء لا يخرج عن مشيئة الله. فالله هو القوي سبحانه وتعالى، هو القوي، هو القاهر، هو القادر، هو القدير سبحانه وتعالى. ولذلك لا يخرج عن ملك الله شيء ولا عن مشيئته شيء، لا يخرج. حتى الهباءة الصغيرة الحقيرة التي قد لا ترى بالعين المجردة إلا بالصعوبة، كلها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة ما هي؟ الخلق، الله خالق كل شيء. عقيدة يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر إذا فعلا تأملناها بمثل هذا الترتيب البديع الذي اجتهد العلماء فيه. طيب عندنا الآن في العلماء ذكروا الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة، هذه الإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة، بمعنى أن كل شيء بقدر الله عز وجل، فالله جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
الخير والشر والصحة والمرض والغنى والفقر، كل شيء بمشيئة الله، كائن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم من المشيئة الكونية المحبة والرضا، لا يلزم، لكن يلزم وقوعه لأن الله شاءه، لأن الله شاءه. واضح الفرق؟ أعيد، المشيئة الكونية القدرية هي ما قدره الله، ما علمه الله في الأزل وقدره وكتبه، حاصل نافذ واقع لا محالة، الخير والشر والسلم والحرب والصحة والمرض والإسلام كل شيء واقع. منها ما لا يلزم، يعني لا يلزم منها المحبة والرضا. فالله عز وجل خلق الكفر وكرهه ونهى عنه، خلق القتل وكرهه ونهى عنه، القتل ظلما، خلق الزنا وكرهه ونهى عنه وما أحبه، لكن الله بعلمه السابق علم بأن هذا سيزني وسيسرق وسيقتل فقدره عليه بعلمه السابق سبحانه وتعالى. ولذلك هذا بفعل العبد، لكنه لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل. فالله خالق العبد وعمله، فعمله أيضا مخلوق، لكن الله قدره في الأزل. ولذلك يقول الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن يرد أن يضله، هذه الإرادة إيش؟ هذه كونية مرادفة للمشيئة. والله عز وجل لا يحب الكفر وكرهه ونهى عنه، قال ومن يرد، أي لأنه علم بعلمه السابق بأن هذا سيكفر. ولذلك الإرادة الكونية تقع لا محالة ولا يلزم منها المحبة والرضا، بخلاف الإرادة الشرعية فإن تتضمن المحبة والرضا ولا يلزم أن تقع، لا يلزم أن تقع. ولذلك الله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا وقعت الطاعة التي أرادها الله عز وجل من العباد، فقد أرادها الله كونا أيضا، فقد أرادها الله عز وجل كونا وأحبها ودعا عباده إليها. وإذا وقعت المعصية التي هي من عمل الإنسان، فقد أرادها الله كونا مع أنه نهى عنها وكرهها وأبغضها وأبغضها جل وعلا، ولم يرضها لعباده، ولا يرضى لعباده الكفر. لاحظتم الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة القدرية، عفوا، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية يلزم منها المحبة والرضا، لأن الله تعالى يريد من عباده الخير، يريد من عباده، لكن لا يلزم أن تقع. الآن أغلب الناس، الله عز وجل أراد منهم أن يصلوا، هل الناس كلهم يصلون؟ ما وقع، فالله أحب الصلاة وفرضها ودعا إليها. يعني كثير من الناس ما يصلي. الصدق مثلا أحبه الله وأراده، هل كل الناس يصدقون؟ لذلك ما تقع، لكن كونا وقعت وقدرا، كونا وقعت وقدرا. هنا بعض يعني الثمرات للإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر في الحقيقة يدفع المسلم دفعا إلى الترقي في مدارج الكمال، وإلى الحرص على الطاعة والعبادة. ولذلك من أعظم مراتب القدر هو أن يكون العبد معتمد على الله سبحانه وتعالى عند فعل الأسباب. لماذا؟ لأن الله تعالى هو مقدر الأسباب والمسببات. فالذي يؤمن بالقدر إيمانا صحيحا يكون عنده من التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه الشيء العجيب الذي يظهر من خلال رضاه عن الله سبحانه وتعالى. فهو يبذل الأسباب لكن ليس بمعزل عن مسببها جل وعلا الذي على العرش استوى. ولذلك يقول النووي وغيره لما سأل الصحابة: يا رسول الله، فيما العمل إذا كان الأمر قد قدر؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: فازدادوا عملا.
يعني الإيمان بالقدر بهذه الصورة جعلهم يزدادون عملا ويطيرون يسبحون في فضاء الطاعة والعبادة. ولذلك المؤمن بالقدر عنده من الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه الشيء الذي لا ينفك عنه لحظة. لماذا؟ لعلمه بأن الله خالق كل شيء، وأن الله تعالى مسبب الأسباب، كما أن الأمور كلها بيد الله. الأمر الآخر أن الإيمان بالقدر يمنح الإنسان شجاعة عجيبة منضبطة وليست متفلتة. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الأمور كلها بيد الله، فهو يبذل الأسباب ويتجنب المخاطر، ولكن لا يصاب بالخوف والذعر الذي يصاب به كثير من الناس بسبب ضعف قضية وعقيدة الإيمان بالقدر، فتجده عنده من الشجاعة شيء. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الله على كل شيء قدير. ولاحظ الصحابة رضي الله عنهم كيف تعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، تعاملهم مع في الحروب، تعاملهم في الحياة، عندهم شجاعة غريبة متناهية منضبطة وليست متفلتة. هذا هكذا الإيمان بالقدر يثمر هذه الثمار في القلب. يقول الأول: أي يومي من الموت أثر؟ يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، ومن المقدور لا ينجو الحذر. ولذلك في الحكم ماذا يقولون؟ لا يغني حذر عن قدر، لا يغني حذر عن قدر. ويقولون إذا وقع القدر عمي البصر، معنى ذلك أن إذا جاء قدر الله فهو آت لا محال، لو بذلت كل الأسباب، لكن أنت مطلوب ببذل الأسباب. فيمنحك الإيمان بالقدر شجاعة عجيبة تتربع على عرش قلبك، تتعامل وفق المنهج الشرعي مع الأشياء التي حولك. الإيمان بالقدر أيضا يمنحك راحة وطمأنينة في نفسك وفي قلبك، لأن الإنسان إذا الآن بعض الناس عنده خوف وهاجس يسكن في قضية الموت وما بعد الموت، صحيح هذا شيء طيب، لكن أن يتحول إلى عقدة نفسية أو حالة، لا، هذا دلالة على أن هناك خلل، في خلل. ولذلك الذي يعرف بأن الأمور كلها بيد الله يكون مطمئن مرتاح، تهب هذه العقيدة على قلبه هبات النسمة العليلة في الليلة البارده، مطمئن يعيش حياة طبيعية. بعض الناس الآن عنده خوف من الفقر في المستقبل، يقول ما أدري الأيام إيش تخبي لنا. سبحان الله، كأن الأمور بيدك أنت، الأمور بيد الله، بيد الله. أمر آخر أن من ثمار الإيمان بالقدر أن يجعلك تقف على قمة الحقيقة وتفسر الأشياء تفسير صحيح. وهذه والله لو جنيت هذه الثمرة فقط لكفاك. ولذلك الله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبعض ما يحصل للإنسان من آلام، أوجاع، أمراض، فتن، فرق بين من يؤمن بالقدر وبين من عنده ضعف الإيمان بالقدر. فذاك يتعامل برضا عن الله ويعلم بأن الله عز وجل أراد به خيرا، لأن الشر الذي خلقه الله عز وجل ليس الشر الذي خلقه الله عز وجل قد يكون للمسلم المقدر عليه هذا الأمر من المنح والعطايا والهبات ما يتقزم عنده هذا الألم. أضرب لكم مثال: أشخاص كثير، أنا أعرف كثير منهم في الدنيا في غفلة، وكأن الإنسان كأن لما ترى هذا الشخص تقول هذا كأنه رجل يعتقد بأنه من المخلدين، ومغتر بصحته ومعجب بعافيته، وكأنه فعلا يعني يخيل إليه أنه خلاص هو باق، فيصيبه الله بمرض، يبتليه الله عز وجل بمرض فيرجع إلى الله. ولذلك يعرف بأن فعلا كان في سبات وفي لهو وفي صدود وفي ضياع، فلما جاءه هذا الألم جعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، رجع إلى الله سبحانه وتعالى، فبدأ يعبد الله حق العبادة وكذا. وكثير منهم أخبرني بهذا، يقول: والله عرفت الآن أني فعلا كنت في ضلالة وماشي في طريق خطير،
لما مسه المرض رجع إلى الله. لذلك الله عز وجل حينما يقدر هذه الأشياء إنما يقدرها لحكمة، فمن أسمائه الحكيم والخبير والعليم والقدير جل وعلا وتقدس. لأجل هذا كل ما يمر في حياتك فسروا هذا التفسير، وهو تفسير ماذا؟ إن الله عز وجل إنما أراد خيرا لي. في معركة أحد شمس الدين بن القيم قال بأن معركة أحد نصر عظيم، مع أن المعركة انقلبت يعني المعركة من بداية كانت نصر، ثم لما خالف بعض الصحابة ونزلوا من الجبل كما هو معروف انقلبت موازين المعركة. ابن القيم قال لا، نصر هذا ما حصلت هزيمة، أول هؤلاء الصحابة شهداء الذين ماتوا عند الله عز وجل، كل يتمنى الشهادة بحق. الأمر الثاني درس عجيب، هذا يكفي انتصار على النفس. الصحابة أصبحوا ينتصرون على أنفسهم لأنهم قالوا انتصرنا في بدر، نحن عددنا قليل والمشركين ضعفين أو كذا، إذا سننتصر. فهنا أراد الله عز وجل أن يؤدبهم. حياته كلها اعلم بأن الأمور كلها بيد الله، ولذلك قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. كم من إنسان حرص على شيء من أمور الدنيا وأحبه كذا، فلما حصل عليه كان فيه تلفة أو هلاكة أو ذهاب دينه، يحرص عليه ها؟ ولذلك لا تكره، قد يكون أمر أنت مقبل عليه لكن الله عز وجل يصرفك عنه ويصرفه عنك لحكمة سبحانه وتعالى. أمر آخر مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، الإيمان بالقدر يكنس الإعجاب بالنفس والغرور، ويجعل الإنسان دائما يتفكر بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا علاج للتضجر والقلق والاهتمام الزائد في أمور هي في محصلتها دنيا. لذلك تجد عند المؤمن بالقدر من الرضا وسعة الصدر والمحبة للآخرين والابتعاد عن الحسد والحقد وغير ذلك من الأشياء. الوقت حقيقة بدأ يدركني، لكن لعلي أختم بمسألة وهي قضية الاحتجاج بالقدر على المصائب والمعائب. أما الاحتجاج بالقدر على المصائب فمشروع. واحد احترق بيته يقول قدر الله، حصل لحادث سيارة قدر الله، خسر تجارته قدر الله، رسب في الدراسة قدر الله، طلق زوجته قدر الله، مصائب. يجوز الإنسان أن يحتج بالقدر على المصيبة، أما على المعصية فلا، لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعصية. لماذا زنيت يا فلان؟ قال قدر الله عليه، ما يجوز وحرام ولذلك يقام عليه الحد. لماذا سرقت؟ قال قدر الله عليه. لماذا ابتدعت في دين الله؟ قال قدر الله عليه. ولذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية على المعائب محرم، أما على المصائب فمشروع. في بعض العلماء كابن القيم وغيره يقول يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها. يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة. رجل سرق ثم تاب الله عليه وتاب وندم، فقال واحد يعني لماذا سرق؟ قال قدر الله عليه والحمد لله تبت إلى الله. لذلك هناك مسألة وهي الأدب مع الله عز وجل في عدم نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى. دائما تنسب النعم والفضائل إلى الله جل وعلا، حتى في القرآن تضاف إلى الله. الله عز وجل يقول في سورة الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لا نسبة إلى الله، غير المغضوب عليهم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليه. إبراهيم قال الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي، قال مرضت، ما قال وإذا أمرضني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك. وأيضا لاحظوا في سورة الكهف في قصة موسى مع الخضر
أيضا تجدون بعض الآيات فيها مثلا نسبتها إلى نسبة النعم والفضائل إلى الله، لكن لما يأتي بمسألة تقدير الشر تأدبا مع الله عز وجل ما ينسب إليه. حقيقة الآن انتهى وقت المجلس والحديث ذو شجون والجعبة ملأة والمسائل كثيرة، لكنني على طريقة أهل العلم بإذن الله تعالى نكون قد أتينا بما يتعلق بالمجمل من عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا خطأنا وزللنا ما كان من حديثي من صواب من الله فهو من الله وحده، وما كان فيه من زلل أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أشكركم على المتابعة كما أشكر القائمين على هذه الدورة، وأسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالهم وأعمالهم. نلتقيكم في دورة قادمة بإذن الله جل وعلا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.